السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو ان شاء الله يحل لكم مشكلة عظيمة عندكم. في جماعة الخير بلاي ستيشن هذا في مشاكل، واضحين عندكم مشاكل حرارة. بعض الناس كتبوا لي بس عنده مشاكل بالحرارة، واللي يقول اللي عندي مثلا مشاكل يرتفع الصوت ومشكلة في المروحة ومشكلة 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 ومشكلة. فأنا ان شاء الله جيب لكم الحل، فما بيطول لكم اكثر كذا واخليكم على الفيديو. طيب يا جماعة الخير، هذا عندنا الحين وصلنا من علي إكسبرس، الشيء هذا الجميل جدا. مطلفين يا ساتر يا رب التغليف ده. أجزرت صراحة، طب أفك وأرجع لكم. طيب يا جماعة الخير، هذا المنتج اللي عندنا حق بلاي ستيشن 4. طبعا يجي بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن البرو، بلاي ستيشن سليم، لكن من نفس المتجر راح احط لكم الرابط حقه تشترون منه اللي تبغون. تحصلون انواع اللي عنده، هذه للعادي زي الموجود عندي. طبعا نفك المنتج، ما في الا فك قوه او اللي. طيب يجي مع المنتج الشيء هذا، الحين اوريكم شلون يشبك هذا. وهذه المروحه، هذه هي مروحة التبريد، حلوين. حجمها صغير يعني، تراه يعني ما هو كبير مره. شلون تشبكها هذه؟ جيب البلاي ستيشن حقك، انا شفت زي الصوره بقلد الصوره بالضبط. انا اتوقع ان يجي المفروض كذا فوق على كذا، والله ما ادري. طيب يا جماعه الخير، ركبنا المروحه وكذا راح يطلع شكلها النهائي. هذا ينشبك من هنا، شوف فيها المودات اللي هنا. طبعا هنا على الاوف تخليها على الاون، او تخليها اوتو اذا احتمل الجهاز عندك يشتغل. في هنا التيربو، لو كان عندك احتمل الجهاز مره تضغط تيربو يشتغل عندك الطياره. شوف هذا شكل المروحه بعد التركيب. طبعا ما راح تلغي اي منفذ عندك في الجهاز على ما هو. حلوين حلوين. طيب الحين نجي للشيء الجميل هذا، نفكه. هذا نحطه هنا ورا. الان المدخل هذا هو، شو عند الجنب هذا دخلنا كذا، وتجيب السلك كذا وتشبكه كذا. شفتوا تخفي السلك هذه كذا، لكن فيها مفروض اجيبه من الجهة الثانية، لان هنا بيطلع الشريط فاجيبه من الجهة الثانية. لا ما يوصل من الجهة الثانية، فهي كذا المخرج عاوز كذا زي ما يقولون. هي كذا حلوين. فاحنا الان بنجربها، بنشغل بنشوف هل هي شغاله ولا مش شغاله. فنشبك بلاي ستيشن وارجع لكم. طيب يا جماعه الخير، احنا شبكنا مروحه، نقول بسم الله، شغلنا الجهاز. الان المروحه محطوطه على اوف. نشغل، توقعوا اشتغلت ولا لا؟ ما اشتغلت الى الان. يا سلام يا سلام، شوف هذا المروحه شغلها، تخليها على اوتو مثلا لاحظت مسار الجهاز شغلها. شوف هذا الوضع العادي، الوضع التيربو هذا لا صوت، وضع التيربو لا حط الوضع العادي يروح الصوت. طبعا هذه المراوح كلها ادخل هواء، تشتغل عندك وتبرد بلاي ستيشن عندك، تنفع صراحه. بس انا بطلع الشريط عندي هنا لان هو مسبب الازعاج عندي بالبلاي ستيشن. تعرفون اول ما يشتغل بلاي ستيشن كذا يحمي ويرتفع الحب باتل فيلد. ف حنشوفون هذه مره الجهاز طفيت المراوح، تقدر تخليها اوتو او تخليها على اون. انا الحين شوف خلينا على اوتو. الان انا محطوط على وضع التيربو، شو هذا وضع التيربو، هذا مو وضع التيربو، هذا العادي. فهذا الان افضل حل
تقدر تقول بدون ما تفك الجهاز وخرابيط وحط معجون لا تحط معجون، انك تركب مراوح اضافيه زي البي سي. صار بدون ما عندك مروحه صار عندك خمس مراوح او ست مراوح. فإلى هنا جماعة الخير خلص الفيديو حقنا، أتمنى أنه أعجبكم الفيديو وأتمنى أنه أفادكم وأنكم تستفيدون منه، لأنه صراحة المنتج هذا جدا مفيد، سواء للتبريد سواء للصوت العالي سواء أي شيء. طبعا الصوت العالي ليش يطلع جماعة الخير عندنا؟ إذا احتمل بلاي ستيشن أو المروحة عندنا صارت عطت فول سبيد لأنه احتمل الجهاز راح يطلع عندك الإزعاج، لكن مع مراوح إضافية بإذن الله ما راح يطلع عندك بأي أي إزعاج إن شاء الله. طبعا لها صوت المراوح لكن صوت يعني ما هو قوي مرة، صوت معقول لكن أفضل من صوت البلاي ستيشن اللي كأنه طيارة. إلى هنا كان معكم باسم من قناة يسوك يا جماعة الخير، ما بيطول عليكم أكثر من كذا، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة وعلى الدعم، وإن شاء الله وصلنا 3000 مشترك ما بقى شيء، ما راح نزعل بعض، بقى أقل من 10 مشتركين أعتقد أو شيء زي كذا، فهذا شيء رقم ما يزعل خلاص أعتقد أعتبر نفسه وصلت 3000 مشترك، فيعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.